لطيفة رأفت تفجرها. إذا بغيت تطلع شي حد من الأحسن ولاد بلادك. علقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على الضجة التي أثارها المنتج والموزع العالمي رضوان بسبب تجاهل المذيعة المصرية ذكر اسمه واسم الفنان نعمان بالعياشي في حفل إصدار الأغنية التي تجمعهما والفنان المصري محمد رمضان في مهرجان الجونة. وفي هذا الصدد كتبت لطيفة رأفت تدوينة مطولة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام جاءت كالتالي: اليوم ضرني خطري بزاف لما شفت موقف خبيث من مذيعة مهرجان مصري ومغني مصري ما بغيتش حتى نطق اسمه لأن سوابقه مع فناننا الجميل سعد المجرد دليل على أنه كيبحث على الشهرة والعالمية من ولاد بلاد الحبيب المغاربة. وواصلت: تجاهل هاد الناس الفنان العالمي كرضوان اللي تعامل مع أكبر الفنانين العالميين واللائحة طويلة كتشهد على عالميته، فهاد الشيء ميمكنش يتقبلو أي فنان عنده غير على ولاده وبلاده. وأضافت: أما بالنسبة للفنان بالعياشي يمكن نقوله أنه كيبحث على الشهرة الشرقية وهذا من حقه، لكن ماشي بهذا التعامل والتجاهل. وأردفت قائلة: عزيزي الفنان العالمي رضوان، إذا بغيت تطلع شي حد من الأحسن ولاد بلادك أو ارجع لعالميتك مع الغربيين اللي عطيتيهم فنك وألحانك واعترفوا لك بهذا الشيء. واختتمت قائلة: إنما تنزل راسك لهذه المواقف والله ما نرضاها لك، وأنت تعرف مع ستيلك أنت وأختي ليلى زوجتك الماسون بلادك ولاد بلادك أولى. وغادي نختم كلامي بنصيحة أعتبرها من أغلى الناس صادفتهم في حياتي، المغفور له الحسن الثاني، قال: بنتي اللي خرج من داره قل مقداره.